بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ليسون نمبر 3 في يونت نمبر 1 الساينز فوكابولري. دي مجموعه فيديوهات احنا بنتكلم فيها عن الكلمات فقط، بنمسك الكلمات الخاصه بكل منهج ونقعد نتكلم عنها. فاحنا خلصنا ليسون 1 و 2، هنبدا بليسون 3. الليسون ده اسمه مين جروبس ان مودرن بيريودك تيبل. لسه شغالين في المودرن بيريودك تيبل، في جدول الدوري، واحنا قلنا ان الجدول ده كل هدفه ان هو يقسم الاليمنتس وينظمها في جدول، والجدول ده يكون فيه الصفات بتاعه الاليمنتس واضحه علشان اقدر ان انا ادرسها بشكل سهل. واول كلمه عندنا الكاليمتالز، ودي عيله من عائلات الاليمنتس. احنا خدنا بالنا خلاص ان الصوره اللي قدامكم دي هي صوره البريدكتبل خلاص، يعني انا مش غريب بقى ان انت تكون عارف ايه الصوره دي. الصوره دي صوره الجدول، واحنا عارفين ان الجدول ده محطوط فيه elements، بس محطوطين بطريقه ذكيه جدا وطريقه منظمه جدا، ان كل مجموعه تكون مع بعض. يعني مثلا في المجموعه اللي هنا دي، في اللي على اليمين خالص دي عيله اسمها عيله مثلا الانر تجازس. اللي على اليمين، اللي على الشمال خالص اللي هي بالاخضر اللي انا عاملها دي اسمها الكالي ميتالز، عيله اسمها عيله الكالي ميتالز. يبقى احنا بنتعرف دلوقتي على عائلات، او قصدي بكلمه عائلات دي ان مجموعه elements يعني شبه بعض، ماشي؟ الكالي ميتالز يعني ما تقولوش عيله، انا اللي بقول لك كده، يعني بدردش معاك، انما هي جروب اوف اليمنتس سيميلر ان بروبرتيز، يعني تبقى مجموعه صفات مشتركه مع بعض في الاليمنتس دي، فاحنا حطيناهم مع بعض. الكالاين سوليوشن، الكالاين سوليوشن من المركبات الكيميائيه برضو. الكالاين سوليوشن في كلمات انا هعديها كده لما نشرح بقى الدرس نفسه، هشرحها لك يعني، ماشي؟ مونوفالنت وكلمة مونوفالنت هنا مقصود بيها أحادي التكافؤ، وأنا عاوز أشرح لكم الحتة دي بسرعة جدا يعني جدا. بصوا، أنا لما أجي أقول لك مثلا إن أنا عندي الصوديوم ده مثلا Na، سوري بقى عشان أنا بكتب بالماوس مش بكتب بالقلم ففي مشكلة. Na ده كان 11 إلكترون، عنده 11، فلما كنا بنعمل له كونفجريشن كنا بنقول إيه 2 8 1، صح ولا لأ؟ كنا بنقول إيه 2 8 1، خلاص. فال 281 دي هو في الاخر كده في ايه؟ في 1 الكترون اوتر موست انرجي ليفل، هو كده عنده 1 الكترون، عنده الكترون واحد بس في الاوتر موست انرجي ليفل، بنسميه بقى مونوفالنت، فهمت؟ عشان هو كده عنده واحد في الاخر. وطبعا مونوفالنت ليها معاني ثانيه كتير، بس دي باختصار شديد يعني، وهشرحها لكم لسه في الدرس نفسه. مونوفالنت حاله التكافؤ، ولو اتنين بنسميها داي فيلنت. يبقى انا عندي مونو فيلنت وداي فيلنت. يعني في واحده هنا برضو اسمها ايه؟ بص، في كلمه هنا اسمها داي فيلنت، معنى كده ان هو عنده اتنين يشارك بيهم مش واحد. فيلنسي يعني التكافؤ، يعني زي ما انا بشرح لكم اهو، ده الصوديوم اهو، الصوديوم عنده 1 الكترون في الاخر، هو ده اللي هيخش بيه الرياكشنات، هو ده اللي هيخش بيه التفاعل الكيميائي، فاهم الفكره؟ فهو كده عنده فالنسي 1، الفالنس بتاعته 1. بوب ساوند يعني الترقعه، بوب ساوند صوت فرقعه. وارب يعني يلف، وارب يعني يلف. فلتر بيبر يعني يلف، او يلف كده الورقه بشكل معين. عارف القمع؟ عارف انت لما تكون مثلا عامل عصير ليمون مثلا وبتحب تصفي او عاوز تصفي الحاجات اللي ملهاش لازمه، فبتستخدم مصفى. احنا لما بنعمل تجارب كيميائيه وعندنا مثلا سولت عاوزين نشيله عن الووتر، فعاوزين نفصل الملح ده، فبنستخدم فلتر بيبر. انستنتلي يعني لحظيا، انستنتلي لحظيا يعني اول ما تحط الفيشه مثلا تلاقي اللمبه نورت، فدي انستنتلي. الكالاين ايرث ميتال دي المجموعه من العناصر، ماشي، اللي موجوده في تاني جروب. احنا خلاص عرفنا ان في جروب وفي بيريود، ماشي. الكالاين ايرث ميتال داي فيلنت يعني ثنائي التكافؤ، داي فيلنت. بارافين اويل ده يعني اويل بنستخدمه في استخدامات كتير هنعرفها، بارافين اويل. وفي ناس تقولها بارافين اويل. هالوجنز
مجموعة برضو. يبقى احنا كده عرفنا ان في مجموعات اهو، ان المجموعة دي اسمها الكالي ميتالز، المجموعة دي اسمها الكالين ايرث ميتالز، المجموعة دي اسمها هالوجنز، المجموعة دي هيكون اسمها انرث جازز. فمين كده بدأنا كده نفهم الموضوع اكتر؟ هالوجنز. فولاتايل يعني متطير، فولاتايل. فولاتايل يعني عارف انت مثلا لو حطيت فتحت ازازة البرفيوم بتاعتك، البرفيوم لو انت فتحته هتلاقي الريحة بدأت تطير والمكان كله بقى ريحة برفيوم، صح ولا لا؟ وممكن الازازة تخلص لان هي بتطير، لان هي من كوانم المادة متطايرة، فولاتايل. فكلمة فولاتايل يعني متطاير، حاجة بتطير يعني. داي اتوميك، داي اتوميك يعني اتنين، في تو اتومز. داي اتوميك يعني الموليكيول الواحد، الموليكيول الواحد بيتكون من تو اتومز. داي اتوميك. artificially يعني صناعيا، واحنا خدنا الكلمة دي قبل كده artificially. nuclear reactor، nuclear reactor، nuclear reactor يعني المفاعل النووي، nuclear reactor. radioactive، radioactive يعني مشع، radioactive. radiate يعني يشع. احنا بصوا في مواد كيميائية، المواد الكيميائية دي عندها صفة الإشعاع إن هي تشع، بتطلع يعني طاقة، ماشي؟ فده اللي بنتكلم عنه، بتطلع أشعة. مثلا من ضمنها جاما ريس، يعني دي اسمها ري، في ألفا وبيتا وجاما، فدي جاما ريس من الأشعة برضو المهمة، جاما ريس. سلايتس يعني شرائح، سلايتس لما تكون بتعمل مثلا تحت الميكروسكوب مثلا بتشوف مثلا حاجة تحت الميكروسكوب فبتحطها على ازاز كده شريحة، فدي اسمها سلايدز. ليكوفايد نيتروجين، ليكوفايد نيتروجين النيتروجين السائل، النيتروجين ينفع يكون ليكويد وبنسميه ساعتها ليكوفايد نيتروجين. كرونيا اوف اي، كرونيا اوف اي يعني قرنية العين، العين المقدمة بتاعت العين دي، العين نفسها بقى اللي فوق العدسة اسمها كرونيا اوف اي. دي مجموعة الكلمات. وطبعا ايه علاقة ده بالدرس؟ النيتروجين السائل ده اللي هو الليكويفايد نيتروجين ده هنعرف ان هو في الدرس، يعني هنعرف ان هو بيستخدم في حفظ الكرونيا اوف اي دي، والكلمة دي هنستخدمها كتير في تالتة اعدادي ان شاء الله. طيب خلينا نرجع بقى تاني للكلمات دي كده، الكلمات احنا خلصناها، تعال نقرا تاني، نقرا الكلمات تاني. احنا شغالين في ليسون 3 في يونت 1، الكالي ميتالز، الكالاين سوليوشنز، مونو فيلنت، valency، pop sound، wrap، filter paper، instantly، alkaline earth metal، divalent، paraffin oil، halogens، volatile، diatomic، artificially، nuclear reactor، radioactive، radiates، gamma rays، slides، liquefied nitrogen، cronia of i. بتمنى ان انتوا تعملوا كشكول وتحفظوا الكلمات دي عشان لما نبدأ نشرح الدرس نفسه تكونوا جاهزين ان انتوا تستقبلوا المعلومات على طول. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.